هاي احنا توا في جبانة المنارة، باش نوريكم العباد فاش قاعدة تعمل وفاش قاعدة تكمبص. هذا يخبر حفروه اليوم الصباح، وانا كيما قاعدين تشوفوا معنا بلاصة الحفيرة، امرأة لابسة كلها في الأكحل حفرت، ما ندري شنو حطت غاديكا، باش نشوفو توا شنو فما بالضبط. شوف شوف حاجة احفر بها، شوف سمي بسم الله خويا، سمي بسم الله. رد بالك، ساعتين سن بسم الله، حط حط له. هاي يا سيدي، هذا هو السحر اللي حاطينه. بسم الله، هلا ترى هاي ناحية ناحية مقبرة، ناحية مقبرة. بسم الله أعوذ بالله. أيوا كيما قاعدين تراو، ها مسامر وخيوط. شنو هذا يا هون؟ ها؟ انت بسيط بسيط ثلاثة. لا ليش ليش هذا كعبك وش انت عمرها؟ وش تعمرها؟ وش تعمرها؟ اعوذ بالله. ترى هل عمرها؟ ايه وراك ترى ترى هل بالسياسة ده؟ تصير بيت عمرها ترى عقلي في وسط هكذا هاي حلني. أعوذ بالله. ما هو كيما قاعدين تراو، ها شوف اش قاعدين يعملوا. نشوفوا الورقة توا شنو فيها. حل بشوية باش ما تقطعلكش، حل بشوية. بسم الله، سمي بسم الله خويا. ها يا سيدي ترى دورك، خلنا نقراو. ترى دور، استوى استوى الورقة صحيح. ترى بسم الله. بسم الله. ها يا سيدي شنو مكتوب؟ هذا بسم الله شم شم شمندل ولا شنو هو؟ قال القوي أطلب منك الآن الآن، الموت الموت، الدمار الدمار، غادة وسكينة. أحمد مش تابعنا. أن تجعل غادة زانية وسكينة ثانية وأحمد في مهب الريح. ترى تجعل إيهاب ابن خاله، وأن تجعل إيهاب ابن خا شنو هذي؟ ابن خاله ابن خاله ابن خالته منيا. هالك هالك ذليل ذليل، موت دمار،
الهلاك والدمار للجيران شمندل وشكون وبالله يجعلهم أذلاء وصغار في أعين أولادي كما أثلجت صدري بموت أيوب أثلج قلبي بهلاك هؤلاء. أوه تعرفش كنت أحكي ذي أعرف كل اللي مات مقابلهم مثل خضار مش خضار هذا تحكي على شو اسمه على ولد على ولد الزكاه أيوب أيوب اسمه اللي مات أيوب أي أيوب وهذا ابن خالته إيهاب ابن خالته ولد منيا ما لا تحكي على شو اسمه هذه تحكي على سكينة مرت شو اسمه سكينة مرت زانية غادة زانية غادة بلد بنتها غادة يظل لي بنتها غادة زانية وسكينة ثانية وأحمد أحمد مش عنده أخوه اسمه أحمد قلت لك ما عندناش علاقة بهم احنا ما هي تحب تحت قبر وبر جديد هم يقول لك قبر جديد هذا يا خويا خليك خليك هذا يا خويا تو قاعدين نشوفوا فيه هذا نوع من أنواع معناها السحر والمرأة هذه رأيناها اليوم الصباح تعمل في الشيء هذا